فرد معناتها. نسمع تفاصيل خاصة وحصرية على عملية البراكاج والسرقة اللي صارت لسيارة أجرة البارح العشية في حي الغزالة في أريانا، واللي استعمل خلالها المتهم سلاح ناري وتحت التهديد تمكن من السيطرة على السائق وسرقة السيارة، وهذا الكل في منطقة عمرانية 5:30 متاع العشية. رواية حصرية للأحداث المرعبة عشية البارح تحكي هنا المواطنة الصحفية سلمى العجيلي اللي هي ابنة المتضرر. سلمى مرحبا بك. مرحبا. أول عسلامة، إن شاء الله تكون بخير، وأول حاجة باللطف للوالد. والله الحمد لله طو بابا ما سمعت حتى شيء، بابا وامي الحقيقة ما نجمش نحكي له الحكاية هذه، معناتها احنا انا واخوتي الزوز اللي في بينا بالحكاية، ربي يعلم احنا من البارح واحد ما قدش معناتها، اخوتي طو في المركز معناتها يستناو، بابا جايته جلطة معناتها هو مش هو اللي يسوق، معناتها تاكسيتو عاطي لها الصانع امبوسيبل كي واحد يمشي يحكي له حكاية هكا ولا يمشي لامي عندها. معناتها البراكاج صار للصانع والوالد نتاعك ما في حتى شيء بقى. ليه ما سمعش امبوسيبل. باللطف عليه وان شاء الله يكون بخير وان شاء الله الحق نتاعكم يظهر من قبل. خلنا نفهموا من عندك الحكايه يا سلمى، شنو اللي صار بالضبط في التاكسي نتاع الوالد نتاعك؟ البارح مع قرابه 5:15 طلبنا الصانع، قال راهي الكهرباء تشكت لي. مشى خويا يجري حاسيلو، مشى المركز، طلع معاه شخص من عمره نتاع 35 سنة من أريانا وين القبة نتاع مدينة العلو، قالوا وزي حي الغزالة، حاسيلو طلع معاه وصلوا لحي الغزالة، دور على اليمين دور على اليسار، معناتها بلاصة ماهيش خالية فهمت. بعديك دخل يده المكتوب ومشي في بيلو باش يجبد له الفلوس من تاني معناتها فهمت، عمل لك خرج له الفرد حطوا له في راسه، والراجل معناتها قال لك الفرد بارد ماهوش بلاستيك معناتها باش معناتها ماهوش يفدلك، قال له تهبط هز تليفونك وتهبط خلي الكهرباء. الراجل كي شاف فرد بالحق معناتها هبط يعمل هكا يهرب بالكهرباء، يمشي للصانع يمشي للحاكم يحكي لهم كي سمعوا لي هي فيها معناتها سلاح، خرجوا معناتها شدوه وما قعدوا يحاوزوا فيا، حصروه في زنقة. السيد هذايا هبط البوليس وقف معناتها باش ما يخليهوش يجري، يا اخي عمل لك كي باش يصدم فيه معناتها باش يعرف اخي بعد البوليس معناتها كان ما بعدش باش يعرف وهرب معناتها من وقت هذاك ما عادش نجموا ما شدوهوش. حاسيلو مشى خويا معناتها قاعد في المركز نص الليل وهما الكراهب بعض الدوريات معناتها سمعوا الدوريات الكل ويفركسوا معناتها قديش من الكهرباء خرجت والشيء الراجل معناتها ما لقاوهوش معناتها. من البارح لليوم ما عندكمش اخبار؟ ما عندناش اخبار. انا نداء انا علاش انا تو تكلمت معناتها انا قاعد يفركس، انا نداء للتاكسيستيه معناتها يشوف انا عندي احساس اللي هو ممكن من الخوف مشى حطها في بلاصه ولوحها ومشى انا نداء اللي يلقى بولوسيس السيري نتاعها 6675 143 هي نمرو الكهرباء 1163 اما امبوسيبل باش يخلي البلاصه اما انا نقول 6675 سيري 143 بولوسي يرحم والديكم اللي يشوف الكهرباء هذيا راهو معناتها هذيك مورد الرزق الوحيد البابا معناتها واحد هذيك كل شيء يتصل بنا. سلمى معناتها انا عندي سؤال اخير، انت قلت السيد اللي كان يسوق في التاكسي نتاع الوالد نتاعك واللي هو يخدم معاكم قال تاكد اللي هو الفرد حقاني ماهوش بلاستيك وماهوش لعبه وماهوش للتخويف كهو، قال لك بارد الفرد مع تحس اللاماتير نتاعو هي اللي بارده واللي راهو فرد بالحق. قال لك ليه قال لك فرد حديد معناتها قال لك نفرق ما بين البلاستيك ومن خاطر يعمل بركه جيت بعديك تطلع الفرد بلاستيك مي هذا قال لك بارد في راه معناتها متاكد السيد قال لك ماهوش فرد بلاستيك ماهوش فرد بلاستيك. انا سلمى مره اخرى باللطف عليكم الكل وان شاء الله ما تسمعوا كان الاخبار الباهيه وان شاء الله يا ربي الحق نتاعكم يظهر في ساعة. نعاود نمرو الكهرباء هنا 6675 قلت لي انت بولو التاكسي هذا تسرق البارح في عملية براكاج بفرد. طبعا القوات الأمنية قاعدة تحاول تلقى شكون اللي اعتدى على الشخص هذا في التاكسي، والناس هذا التاكسي اللي يسمعوا فينا برشا نعرفها ونسلم عليهم برشا كان هما لقاو السيارة هذية الرجاء التبليغ باش ينجموا يوصلوا الحق نتاع العائلة هذية. شكرا لك يا سلمى اللي كنت معنا على الشهادة نتاعك وبارك الله فيك اللي كنت معنا في مع الناس. خليكم معنا من أريانا باش نهزوكم تو سويت لسيدي بوزيدة مع الناس.